في مشوارك ساعدك المخرج رأفت الميهي طبعاً. مين وقف في طريقك؟ في عرقلة كتير في الحياة، الوقت ساعات يبقى ضدك، الفلوس ساعات، قلة اهتمام المخرج مثلاً أو المخرجين بيكي. مثلاً في مخرج مستسهل، منتج مستسهل، فعينه ما دورتش. يعني انت تكوني انت قدامه لمبه مولعه كده، أبولو كبير كده 80,000 واط عشان يشوفك، فيقول الله دي كويسه قوي، طب ما انا اجيبها في الدور ده. لكن في مخرجين كانوا زمان يبحثوا ويدوروا مين الجديده دي، الله ده في امل. يعني صناع نجوم. ايوه. لا كلميني عن عراقيل. عراقيل ما دي عراقيل، ان المخرجين ما بيشوفوش الحته اللي انت عايزاها وتروحي لها بتميز. الطلعه الاولى انت دورك في سهر الليالي ده ما يتنسيش. يتنسيش. ما دي خطوه، ده افيه عايش لحد النهارده. ما دي خطوه. بس خطوه مهمه، مهمه جدا، خلتني عديت المرحله اللي بحكي عليها دلوقتي، مرحله اني يشوفوكي. لا انا خلاص اتشفت وخلاص. ايه الانتصار رميته ورا ظهرها مش عايزه تلف تبص عليه؟ مشاكلي مع الاخرين، يعني مشاكلي لو انتبهت لهم مش هعرف امشي لقدام، فانا بسيب المشكله كده متكيسه زي ما هي، طالما ما عرفناش نحلها في ساعتها فملفوفه كده وفيها قمطه وشنيطه ومسايباها ورا ظهري على الفريزر. هخليك اسقع ورا، انا مكمله قدام لكن هتعطلني. يعني عشان اقعد احل معاك هتعطلني. بتمشي ده على كل الناس؟ كله. عشان ابقى نفسي لازم اتخلى عن حاجات واشخاص كتير. عشان تبقي انتي، عشان تحافظي على انتي، مش هتعرفي تجاملي كل الناس. لازم تقطعي حاجات كتير وتمنتجي. منتج 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 منتج. قصر قصر قصر. بداتي منتجه من امتى؟ من زمان، من وانتي صغيره. لا لا لا، انا اصل مره مره كنت بصور، فمعايا كان فاكره زمان كان بيبقى فيه اجنت التليفونات. ايوه. مش كله على الموبايل. ايوه. لما يضرب ارقام تحت بعض. ايوه، حرف الالف حرف أيوة. البيت. فمره بفتح الاجنده بتاعتي كده، كنت عايز اطلع نمره صحفي، فكان قاعد جنبي الاستاذ الرياضي الخولي، حاجه كده قديمه كنا بنعملها مش عارفه ايه، فقال لي ايه ده، ايه كم التليفونات دي كلها، اجنده مليانه بقى. فقال لي دي كانت ثروه ساعتها، كميه الارقام دي ثروه. انت ازاي تضيعي الاجنده بتاعتك، اجنده تليفوناتك بتبقى في ايدك دايما زي تليفونك كده، مش تستغني عنه. قال لي ايه ده، الناس دي كلها، الناس دي كلها مهمه بالنسبه لك؟ قلت له يعني مش كلهم مهمين بس يعني بعضهم. قال لي كام يعني؟ قلت له نص الاجنده. قال لي طيب منتجي قصقصي اللي ملوش لازمه، يومك لا يحتمل الاجنده دي كلها، شيلي النمره اللي انت مش عايزاها، خلي اللي انت عايزاهم بس، تعلمي مونتاج. الكلمه دي فضلت ترن في دماغي 10 سنين بنفذها. طب. قابلته بعد كده فكرته بيها، او هو كان بيتكلم تاني عليه، بيقول الحياه لازم يكون فيها مونتاج. قلت له على فكره انا بنفذ اللي انت قلت عليه من زمان، انا من 10 سنين بمنتج. قال لي وانا حكيت لك عن ده؟ قلت له انت مالك المونتاج، فتعلمت بقى جمله عبقريه. ايوه جمله عبقريه عبقريه، قالها بسلاسه من غير ما يقصد، بيحكي عن نفسه. انا نفذتها. المونتاج في حياتك بيجوز على اي حد؟ طبعا اي حد يقع تحت مقصله المونتاج. اي حد؟ اي حد.